أنا المحمول والأقوى سترميني إلى ضلعيك يا أمه ضميني. أنا المحمول والأقوى سترميني إلى ضلعيك يا أمه ضميني. المسموم يا زهرة المسموم. أيا بدري أما تدري إني فيك ضيعت ابتساماتي. جرى غصت بالجراحات ولكني على حزني قامت فوق رجليها انكساراتي. فناظرها أتاك نعش أخباري أخباري ودون صدري أسراري. حذاري تنزعي سهما بجثماني لئلا تغرق الدنيا بطوفاني. أنا المسموم أنا المسموم يا زهرة المسموم يا زهرة. وراحت تجد السير بالأنباء. لقد فرحت قوم من الطلقاء. وراحت تجد السير بالأنباء وتخبر أهل الشام قد فاز سعيهم بقتل ولي الله والنجباء. هو الصبط بين العالمين مفضل ونجل علي سيد الكرماء. وخامس أنوار تجلت على الملا واسم له في العرش بالأسماء. فجاء بشير القوم يسعى إلى التي تؤلب أرجاساً على الشرفاء. فنادت ومروان يردد صوتها ويجمع أوغاداً من الجهلاء لتمنع من دفن الكريم ببيته وترمي سهام الحقد بالأحشاء. عصابة كفر بدد الله شملهم
ولا شملتهم رحمة الرحماء. غدا سينال عاجلا سوء أمرهم وما فعلوا من خسة وبلاء. غدا سينال عاجلا سوء أمرهم وما فعلوا من خسة وبلاء. السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا أمين الله. أنا المحمول والأقوى سترميني إلى ظل عينك يا أمه ضمغيني. أنا المحمول والأقوى سترميني إلى ظل عينك يا أمه ضمغيني. المسموم يا زهرة عذاباتي هي الآتي تجلوها على الأكتاف محمولة بأحداقي. أرى الباقي يا من في الطف مطلولا، فمن قوس إلى قوس. الرحيم، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام على الإمام الحسن المجتبى، السلام عليك يا أبا محمد، السلام على الحسين، السلام على علي بن الحسين، السلام على أولاد الحسين، السلام على أصحاب الحسين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا المشاهدين من أرض النجف الأشرف، من أرض الغري، من حضرة سيدي ومولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في هذه الليلة العظيمة، هذه الليلة الحزينة، ليلة استشهاد الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. أن تفارقنا في هذا الشهر، في شهر محرم وفي شهر صفر. في شهر محرم الحرام يوم العاشر من هذا الشهر قتل ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله الإمام الحسين أبي عبد الله وأهل بيته وأولاده، وسويت نساءه وعياله وبناته في سابقة خطيرة لم تشهدها الأمم، كل الأمم وكل الأديان السماوية وغير السماوية. وفي هذا الشهر أيضا، شهر صفر يوم السابع من هذا الشهر، هي ذكرى أخرى، ذكرى حزينة تضاف إلى الأحزان، ألا وهي استشهاد الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، حيث يحيي المؤمنون هذه المناسبة ابتداءً من اليوم الأول من شهر صفر وحتى يوم السابع. بعد ذلك يتهيأ المؤمنون والانتقال إلى زيارة أربعينية الإمام الحسين لنحيي فاجعة كربلاء مرة أخرى في أربعينية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. شاء الله أن يراني قتيلا وأن يراهن سبايا، هذا قول الإمام الحسين عليه السلام. مشيئة الله تبارك وتعالى حيث يريد الله، وأكيد بهذه المشيئة الله تبارك وتعالى
يريد أن يختبر الأمة، يريد أن يختبر من يسير على طريق رسول الله وعلى نهجه. وقد سار الإمام الحسين على هذا الطريق آمراً بالمعروف، ناهياً عن المنكر، طالباً للإصلاح في أمة رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن أيضاً هناك شاء الله أن يسود وجوه من ارتد من المسلمين ومن قتل ابن بنت رسول الله، فهنا ترتكز أو تكمن هذه المشيئة بأمرين: أمر يراد به وجه الله تبارك وتعالى، أمر يراد به الإسلام الحقيقي، أمر يراد به الجنة لسبط رسول الله صلى الله عليه وآله، وأمر آخر الخزي والعار لمن اشترك بهذه الجريمة النكراء، بهذه الجريمة البشعة. أحبتنا المشاهدين، بإمكانكم أداء الزيارة والدعاء وتقديم العزاء لأمير المؤمنين في هذه الليلة الحزينة، في هذه الليلة حقيقة التي نكبت فيها الأمة الإسلامية بعد رسول الله، بعد أمير المؤمنين، بعد الزهراء، تأتي مصيبة أخرى وهي مصيبة الإمام الحسن. وهنا أم المصائب زينب لها دور، لها دور كبير عندما رأت أخاها الإمام الحسن عليه السلام وهو يقذف من أحشاء كبده الشريف الطاهر نتيجة السم الذي دس له. أحبتنا المشاهدين، ننتظر اتصالاتكم لأداء الزيارة والدعاء في حضرة أمير المؤمنين عليه السلام. إذا كانت الاتصالات جاهزة فأنا أخذ الاتصال. أم حيدر من الكوت، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أبا الحسن والحسين، نادي عليا مظهر العجائب، تجدها عونا لك في النوائب، كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أمير المؤمنين، يما نعزيك ويما نعزي الأمة الإسلامية. بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسن عليه السلام، يا الله اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. السلام عليك وعلى الحسن والحسين. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أمير المؤمنين. السلام عليك وعلى فاطمة الزهراء. السلام عليك وعلى رسول الله. يا يما قلتك الدعاء والزيارة يما وليدي أحمد. أحسنتم إن شاء الله، ما ننساكم إن شاء الله. الدعاء والزيارة وصلاة ركعتين، وسجل لي ولدي وبناتي وأحفادي للشفاء والعافية، وسجل لي اسم فاطمة للشفاء والعافية والتوفيق لدراستها. يا الله شكرا. والله ويحفظكم ويطول عمرك يما انت والكادر يا قلبي. شكرا شكرا. فيما لا يا عيني فيما لا. في امان الله وحفظك، سلمكم الله، نسال الله القبول. ام احمد من بغداد، سلام عليكم. اللهم صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليك يا امين الله. السلام عليك يا امين الله. السلام عليك يا امين الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا سيد الوصلين. السلام عليك يا زوج الرسول. السلام عليك يا ابن عم الرسول. السلام عليك يا أبا الحسن. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. لمن سالمكم وحرب لمن حارب. أحسنتم. نعزي العالم الإسلامي في شهادة حبت للرقية أيضاً بشهادة المجتبى أبا محمد بشهادته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله صل على محمد وآل محمد. أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يشافيه وأن يشافي كل مريض، وأن يشافي ابن أحمد، وأن يشافي أبو أحمد، وأن يشافي أبو سحر، وأن يشافي كل مريض في العليم. أن يشافي بنت سندس، أن يشافي بنت بشرى، أن يشافي بنت إبراهيم،
اخواني الكافي جدا دكتور علي. الله يسلمك. اللهم صل على الله يسلمك ويحفظك. شكرا. واطلب من الله سبحانه وتعالى ان يحفظكم قناه كربلاء ويجعلكم الصفه والسلام. شكرا. وابعث هذه الزياره ايضا لكل من مات على ولايه امير المؤمنين، والدي ووالد والدي واخواني واخواتي. الله يسلمك. وايضا حماتي ام علي، وايضا الى ام طارق، الى كل من مات على ولايه امير المؤمنين. اللهم صل على محمد. شكرا. شكرا. نسال الله القبول. ام عماد من بغداد، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا سيدي يا مولاي أيها الإمام. أعزيك سيدي ومولاي. أي والله سنتم نعزيك يا أمير المؤمنين. هو المعزى أبا الحسن علي، هو المعزى، هو المعزى. وعزيكم يمه وعز العالم الإسلام وعز شيعة. ساعد الله قلبك يا أمير المؤمنين. ساعد الله قلبك يا سيدي. وعزي فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وعزي سيدتي ومولاتي أم المصائب زينب سلام الله عليكم أجمعين يا آل بيت الرسول. سلام الله عليك. سلام الله عليك يا سيدي يا مولاي أمير المؤمنين يا قائد الغر المحجلين. السلام عليك وعلى ابن عمك محمد المصطفى سيد المرسلين وخاتم الأنبياء. السلام عليك وعلى زوجتك فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. السلام عليك وعلى أولادك الصبين الحسن والحسين سيدين شباب أهل الجنة. السلام عليك وعلى ولدك ساقع عطاش كربلاء حامل لواء أخيه الحسين. الصوت مو صافي يا يمه يا أستاذ أحمد، كل الصوت مو صافي. يلا المهم زرنا الحمد لله صار لسنوات ما جاي. أنا أسمعك بشكل واضح. أسمع بس مو ذاك الصوت الصافي. الحمد لله والشكر خير إن شاء الله. وبوجودكم احنا نزور واحنا قاعدين ببيوتاتنا الحمد لله. وان شاء الله احنا ايضا نزور بالنيابه عنكم ان شاء الله. صار لسنوات والله باوع لي المشايه والدموع تجري ما تتوقف. اقول يا ريت تكون معاهم معنا. ما زايره سنوات، الزياره الاربعينيه ما زايره نهائيا والله. وحق هو الحسين سيد الشهداء. فاريدك اذا الله يقسم لك ان شاء الله الزياره وتوصل لكربلاء سجل اسمي. الله يوفقك. الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله من الزائرين. سجل ام عماد وأولادها وريد السلامة كل الزائر يرجع سالم غانم الأهل بحق الحسين الشهيد بحق سيد الشهداء بحق مصيبة كربلاء. يرجعون سالمين غانمين خارج العراق أو داخل العراق يا الله إن شاء الله. وكل من ناوى على السفر يجي يوصل السلامة ابني معاهم إن شاء الله. يعني الله يقسم بالزيارة لو على السفر يريد يزور الأربعينية ولو مريض هو ادعي له يمه بالسلامة. الله يشافيه ويعافيه ورجع بالسلامة لك إن شاء الله. الله يوفقك. سجل اسمهم عماد وأولادها وفي أمان الله وسلامة للكادر أجمعين وإلكم. شكرا 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 حجي عمان. آية من الدجير، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا أبا الحسن يا علي. أعظم الله أجورنا وأجوركم. أعظم الله أجورنا وأجوركم بالذكرى استشهاد الإمام الحسن المجتبى كريم أهل البيت عليهم السلام وباب الحوائج. وأحسن الله لكم العزاء، رزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة. أحسنتم. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك وعلى رجعيك آدم ونوح. السلام عليك وعلى جاريك هود وصالح. السلام عليك وعلى الملائكة الإمام الحسن. آية نعم ذكرت الإمام الحسن أنت قبل قليل و كريم أهل البيت. نعم الإمام الحسن كريم أهل البيت كان الذي السائل عندما يأتي ويطرق الباب لطلب حاجة ما، الإمام الحسن يقول له اكتب حاجتك على الأرض وانصرف حتى لا يرى علامات الذل على وجه السائل. فكان السائل يكتب حاجته وينصرف والإمام الحسن يبعث له المؤونة، يبعث له. هكذا كان
الإمام الحسن وله كريم أهل البيت، هو باب للحوائج. أحسنتم، له أبيات دائما نذكرها. فهذه الليلة نطلب حوائجنا من كريم أهل البيت الإمام الحسن المجتبى، وبجاه أمير المؤمنين، وبجاه عند الله إن شاء الله يقضى حوائجنا وإن شاء الله جميع المرضى. نعم نعم، له أبيات الإمام الحسن يقول: نحن قوم نوالنا خضل، يرتع فيها الرجاء والأمل، تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه من يسل، لو علم البحر فضلنا إلينا لغاض من بعد فيضه خجل. هكذا يصف الإمام الحسن كرمه. أحسنتم أستاذ أحمد، جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليك سيدي يا مولاي يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا أسد الله الغالب علي ابن أبي طالب، السلام على يعتوب الدين، السلام على قائد الغر المحجلين، السلام على النبي العظيم، السلام على فاطمة الزهراء أم الحسن والحسين، سيدي شباب أهل الجنة، يا سيد يا مولا يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي ابن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، الله ناد علي المظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم. شكرا يا علي. ولايتك يا علي يا علي يا علي. شكرا استاذ احمد بدر تكتب الاسماء. شكرا نعم انا اصدق اسم عبد الله للشفاء من مرض السكر، وعباس وحسين، شكرا والدتي ليلى وزهرة، وان شاء الله قضى حوائجك وشفاء مرضاك. شكرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله وبركاته، نسال الله القبول لنا ولكم. عند اتصال، عند اتصال، يعني الصوت ما جاي يوصلنا بشكل واضح ان شاء الله. نعم يعني حتى يجهز الاتصال بودي ان اتحدث عن الاستعدادات بدقيقتين، استعدادات قدام الامام الحسين لزيارة الأربعين. الحقيقة ننحني امام تضحياتهم وامام هذا البذل والعطاء الذي يبذلونه في سبيل الحسين عليه السلام، من البصرة اللي هي ثغر العراق أو بوابة العراق الجنوبية حتى كربلاء، ومن المناطق الشمالية من ديالى ومن بغداد نصبت الصرادق وفتحت المواكب وعد الطعام والشراب والمبيت. نعم إذا كان أم جاسم من البحرين، سلام عليكم. من جاسم من البحرين، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليك يا أمين الله. أسأل الله أجورنا وأجوركم بالإمام الحسن والحسين والعباس وتشهدهم تشهد السجاد وتشهد السيدة رقية تشهد الإمام الحسن أبو محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم أم جاسم، هذه الليلة ليلة مهمة جدا، يجب علينا أن لا ننسى هذا اليوم وهذه الليلة وهذا المصاب، هذا مصاب كبير، هذا مصاب كمصيبة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ولكن الفرق بين مقتل الإمام الحسين ومقتل الإمام الحسن أنه بشاعة الجريمة التي حصلت في كربلاء لربما يعطي سعة أكثر، ولكن هو الإمام الحسن أيضا هو سبط رسول الله وهو أيضا ريحانة رسول الله. السلام عليك أمين الله، السلام عليك أمين الله، السلام عليك. اللهم لك الأجر يا أمير المؤمنين، نسيت الإمام الحسين والعباس، السيدة الرقية، تشهد العبد الشاهد والجياد، تشهد أبو محمد الحسن. السلام عليك يا أمير المؤمنين، سيد المصريين أبو الحسن والحسين. السلام عليك يا قدوة المصلين يا إمامي يا علي، يا علي يا علي علي بن العجائز. الله يسلمك يا أم جاسم، وأتمنى طبعا الصوت أنه إذا كان الخلل من قبل الكنترول إن شاء الله يتم إصلاحها، وإن كان خارج إرادتهم فهذا بسبب أكيد
زخم الاتصالات وكثافة الزيارة. شكرا يا أم جاسم، شكرا. شكرا لك. سلام عليك أمين الله. سلام. شكرا. ما جاي أسمعك. واضح أم جاسم تتكلم وأكيد يجايزون. يعني خل فقط أعطي صورة للسادة المشاهدين عن الزيارة. الزيارة في العراق في النجف تبدأ منذ اليوم الأول لشهر صفر، وتقريبا هذا الزخم يبدي يتصاعد بالتدريج من يوم 5 صفر. 5 صفر تبدأ الزيارة بالكثافة تدريجيا. الآن الزائرين على طريق كربلاء نجف هناك أعداد كبيرة، أما الأعداد التي تأتي من جنوب العراق من البصرة من الناصرية فكاميرات قناة كربلاء الفضائية معكم في الصباح والمساء جاي تغطي هذه الزيارة. فإذا الملايين بدأت تدخل إلى العراق وتحديدا إلى النجف، والانطلاق يكون من النجف إلى كربلاء، خاصة الزائرين اللي من دول الجوار ومن خارج العراق تكون نقطة الانطلاق هي النجف إلى كربلاء وأحيانا من بغداد. خلينا نأخذ فاصل الأخوة مهيئين فاصل بهاي المناسبة، لأن المناسبة مهمة كما ذكرنا. نذهب إلى هذا الفاصل ونعود إن شاء الله لتكملة البرنامج. عيون المتبتي عليك ود وزع دميعها كل مسية، عيوني لولا سامح الله باقتي دنيا دميعها شيبقى بيا شيبقى بيا، عيوني لو ما طيفك بمني واسوني، لو تعوف دموعك الله يعمي عيوني، ما بجد لمصابك المني مخليك المني مخليك. عيني لو تجفي طبوح عليك ما ينزل دمح، أنسى عيني أجدامي لو ما تعتني، أنا ما أريد الما تجيلك توفديني، كل شي يمك بالنهاية مو وسيلة أحشي الغال بهديني، روحي تهجر روحي لو هجرت أيامك. حياكم الله، مرحبا بكم مرة أخرى. إذن أحبتنا المشاهدين، هناك لوحة، هناك صورة ترتسم في هذه البقعة من الأرض اللي هو العراق. الآن العالم كل أنظار العالم مصوبة إلى العراق باتجاه العراق، تنظر إلى هذه الفنون. هناك فنون، عندما أتكلم الفن أنواع، هناك فن بالتضحية، هناك فن بالقتال، هناك فن بالكرم، هناك فن بالإيثار، هناك فن بالبذل. إذن هناك لوحة بدأت ملامحها منذ اليوم الأول من شهر صفر كما ذكرنا، وبدأت تتسع هذه الصورة وهذه اللوحة، وكل الإعلام الآن العالمي ومسلط على العراق ليشاهد وليسجل هذه المآثر ويحتفظ بها هذا التاريخ، أنه ماذا يفعلون أهل العراق، ماذا يفعلون خدمة الإمام الحسين، ماذا يفعل أبناء علي وأبناء الحسين من هذه
التضحيات وهذا البذل وهذا العطاء، كرم كبير جدا. هذا الكرم الذي وصلنا والذي تعلم عليه أبناء هذه الأمة أو هذا البلد هو من أهل البيت. تعلمنا منهم الإيثار، تعلمنا منهم الشجاعة، تعلمنا منهم الكرم، تعلمنا منهم الجود. يبذلون كل شيء، يعطون أعز ما يملكون، أعز ما يملكون وهو الجود. أقصى غاية الجود هو الجود بالنفس. الإمام الحسين ماذا أعطى من أجل أن يبقى الدين، من أجل أن نعيش نحن، من أجل أن يستمر الإسلام؟ أعطى أعز شيء، أعطى نفسه وأعطى عياله وأعطى رضيعه عبد الله الرضيع، وأعطى ولده علي الأكبر عليه السلام. خل أخذ اتصال حتى لا أصادر حق المتصلين. عند أم حسان من بابل. سلام عليكم أم حسان. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمين الله. أمين الله. السلام عليك يا أمين الله. عظم الله ويكرم الأجر باستشهاد سيدنا مولاي الإمام الحسين السيد رقية والإمام الحسن عليهم السلام. أحسنتم، أعظم الله أجورنا وأجوركم. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته وأدعى عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن يا أمين. السلام عليك يا دوم البتول. السلام عليك يا ابن عبد الرسول. السلام عليك يا فخر الصحابة. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي وإلى فاضل الأخبار. السلام عليك يا سيدي وعلى أولادك الحسن والحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى الحاسب. السلام على سيد مولاي الفضل العباس حامد الحسين. السلام على سيدة مولاتي سيدة الحوراء جبل الفضل. السلام على سيد مولاتي أم البنين التي ضحت بأولادها الأربعة دون الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ابدع فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها حفظت من المسجدات الحديثة عنها ووليد الولد. اللهم شافي وعافي كل من كان جمعة رقيب. شاف كل مريض حتى حاسس محتاج. أستاذ أحمد ابن أبو عباس مسجد في الشفاء. الله يسلمك. أم حسان وعائلته يجزيكم العافية. بس الزوار الحسين يحفظ المشاعر ويرزقكم سالمين وعليين وتعرفانهم بالسلطان الحسين. يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك. شكرا لكم، أسأل الله القبول لنا ولكم إن شاء الله. عند اتصال آخر أحاول أخذ اتصال. إلى أن يجهز الاتصال مرتضى. أم منتظر من بغداد. سلام عليكم. سلام سلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا الحسن يا علي. يا أبا الحسن يا علي، عظم لك الأجر باستشهاد سيدي مولاي الإمام الحسن سليم أهل البيت. يا رب يا رب بحق الحسن، بحق هاي ليلة استشهاد الإمام الحسن، اقضي حوائجنا وحوائج المؤمنين جميعا واشفي مرضانا. السلام عليك يا أبا الحسن يا سيدي. رحم الله والديك، ادعي لنا وخلي ايدك على الشباك وافتعي يا رب يرزقنا الزيارة عن قرب، عن قرب يرزقنا الزيارة. جاه ابو الحسن يحل مشاكلنا ومشاكلكم، جاه هو حلال مشاكل ابو الحسنين. يا الله جاه هو حلال يا سيدي يا مولاي يا ابو الحسنين يا علي. بك توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا رب حق ابو الحسن يا سيدي يا مولاي يا ابو الحسن يا قالع باب اشفع لنا يا قالع باب خيبر. امروتك تحل مشاكلنا، عندنا مشاكل وعندنا مرضى. رحم الله والديك سجل ام منتظر مريضه. احنا حوائج ابو منتظر نتقرب الى الله باهل البيت دائما. اي والله نتوجه الى الله بالسؤال وبطلب الحاجة وبطلب العون، ولكن ولكن لابد أن تكون هناك وسيلة إلى الله. أي والله يا سيدي نبتغي الوسيلة إلى الله. الوسيلة هم محمد وآل محمد. أصلي على محمد وآل محمد. اقضي حوائجنا وحوائج المؤمنين ومنتظر ونبأ وزينب. حط أسمائهم بالشباك، حطهم حوائج حوائج مفتاح الصيف. اي أيوة والله، وابو منتظر ومنتظر بالعافيه، يريد العافيه.
شو. أم علي اكتبها أني أنا مريضة المرض وقضاء الحوائج دنيا عندها مشكلة اسم دنيا أم جعفر قضاء الحوائج يحل مشكلتها وعندها مشكلة مستعصية إن شاء الله يبرد قلبها أمير المؤمنين أبو الحسين العلي يا الله ويقضي حوائجك إن شاء الله ويستر عليك ويسهل لنا الزيارة والله يوفقك ويستر على عائلتك. شكرا 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 نسأل الله القبول. عندي اتصال أم حسين. أبو حسين من كربلاء المقدسة. سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على خلقه. وعزي نفسي وعزي صاحب العصر والزمان وعزي كادر قناة الكربلاء قضائية بذكرى استشهاد الإمام الحسن بن علي كريم أهل البيت. الله يسلمك أعظم الله أجورنا وأجوركم. الله يوفقكم يا أخوي الهاتف. نعزيكم أيضا نعزيكم بهذه الفاجعة الأليمة بهذا المصاب الجلل استشهاد أبا محمد. أيوة الإمام الحسن المجتبى المظلوم. والله مصيبة تضاهي مصيبتين الشهداء بالصبر والتضحية والإباء. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك سيدي مولاي وعلى جاريك وصالح وعلى ضجعيك آدم ونوح. في بعض الروايات في أبو حسين. نعم أبو حسين شكرا لك. نعم. شكرا. في بعض الروايات نعم. أنه الإمام الحسن عليه السلام كان أكثر شبها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، والإمام الحسين عليه السلام أكثر شبها بأمير المؤمنين عليه السلام، ولكن في كربلاء كان علي الأكبر أشد شبها لنبي الله صلى الله عليه وآله، حتى قول الإمام الحسين يقول إذا اشتقنا إلى رؤية وجه نبيك نظرنا إلى علي الأكبر. كان علي الأكبر أشد الناس شبها خلقا خلقا وخلقا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من كربلاء عد اتصال. أم شوقي من كربلاء المقدسة. سلام عليكم. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله. أجرنا وأجركم باستشهاد سيدي ومولاي الإمام الحسن عليه السلام سيدتي ومولاتي رقية عليها السلام. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا سيدي يا أبو الحسن يا علي يا علي. أنا دعليا مظهر العجائب تجدها عمنا لك في النوار كل هم وغم سينجلي مولاتك يا علي يا علي يا أبو الحسن يا علي. السلام عليك وعلى رسول الله. السلام عليك وعلى فاطمة الزهراء. السلام عليك وعلى الحسن والحسين وبالفضل العباس سيدة مولاتي زينب جبل الصبر. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أبو الحسن يا علي يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله زيارتك في الدنيا وشفاعتك بالآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد وأزور صابة عني وعن والدي ووالد والدي عن صاحب العصر والزمان عن السيد علي السستاني والجيش والحشيد والقوات الأمنية والشهداء وأهديها الزوج ولأولادي والبنات ولأخواني ولأخواتي ولجميع من يسمع صوتي ولقناتكم ولحضراتكم أخ محمد وآل محمد وعندي أسماء أريد أسجلهم. إيه نعم. بس سيد خضير نعم وزمان عبد الرضا هذا مريض ويريدك تدعي له بالشفاء إن شاء الله. اي والله كلهم مرضى ريدك تدعي لهم بالشفاء والعافية بحق محمد وآل محمد. كل من يسمع يسمع الأخت يرفع إيده بالدعاء لكل المؤمنين وبخصوص الأسماء اللي ذكرت. شكرا يا أم شوقي. أعتقد عندي آخر اتصال وإذا سمح للأخ المخرج أنه أخذ هذا الاتصال الأخير وأتحدث بدقيقتين قبل نهاية البرنامج فأخذ آخر اتصال. أم ميثم من ديقار سلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله في أرضك. أعظم الله أجورنا وأجوركم. أعظم الله أجورنا وأجوركم بهذه الليلة الحزينة
على مولانا صاحب الزمان وعلى امير المؤمنين. عظم الله اجرك يا ابو الحسن بالحسن والحسين، عظم الله اجوركم يا شيعة امير المؤمنين. سلام عليك يا امير المؤمنين، سلام عليك يا سيد الوصيين، سلام عليك يا ابو الحسن والحسين، السلام عليك يا سيدي يا مولاي، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى ابو الفضل العباس عمر العشير، السلام على الحوراء زينب، اللهم ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. أزور نيابة عن والدي وعن جميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله يوفقكم يوم ويصبحكم الصحة والعافية، يجازيكم إن شاء الله بالحسن على علاقة. الله يوفقك يوم سجل أبو ميتين، رحم الله والديك علي وحسان. احسنتم، شكرا يا ام بيثم، شكرا. نعم مريضه عندنا، رحم الله والديك بالشفاء والمهدي مرضى فيكم ان شاء الله ومرضاكم ويعافيكم. شكرا شكرا. اذا احبتنا المشاهدين بدقيقتين فقط، انه كربلاء تبقى خالده، كربلاء تبقى فينا ما دمنا في هذه الارض حتى يخرج الامام صاحب الامر ان شاء الله وينادي على ثارات الحسين. إذن كربلاء فينا ما حيينا، كربلاء لا تفارقنا، في كل الأيام نعيش كربلاء سواء في شهر محرم أو في أربعينية الإمام الحسين. كما ذكرت الجموع تتجه إلى كربلاء لتجسد، حتى اللي يسأل ربما من غير العراقيين من غير شيعة أهل البيت ويشاهد البرنامج ويستفسر عن هذه الزيارة، لماذا تقام هذه الزيارة، لماذا سيرا على الأقدام، تعسيا بزينب سلام الله عليها عندما عادت من الشام إلى كربلاء لزيارة قبر الإمام الحسين وأخيها أبو الفضل العباس. فهذه الزيارة أصبحت تقليد سنوي لما قامت به زينب من ذلك الدور الكبير. لم يبق لنا الكثير، كان بودي أن أطرح موضوع معين وأتحدث فيه في هذه الحلقة، ولكن الأخ المخرج يشير إلى ضيق الوقت، فإذن لم يبقى إلا أن نزور زيارة أمين الله سوية. قبل أن أتوجه بالزيارة أعطاني بعض الأخوة بالدعاء والزيارة، منهم الأخ كرار الشبلاوي، ندعو له بالعافية والرزق إن شاء الله، وكذلك الأخ أحمد فائق الحسناوي أيضا ندعو له بالعافية، ودعائنا أيضا إلى الأخ من بغداد خالد الربيعي ندعو له بالعافية والسداد إن شاء الله. فنتوجه إلى أمير المؤمنين ذخري وذخيرتي وسندي ومعتمدي ورجائي وأقول السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده، السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره وقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، مولعة بذكرك ودعائك، محبة لصفوة أوليائك، محبوبة في أرضك وسمائك، صابرة على نزول بلائك، شاكرة لفواضل نعمائك، ذاكرة لسوابغ آلائك، مشتاقة إلى فرحة لقائك، متزودة التقوى ليوم جزائك، مستنة بسنن أوليائك، مفارقة لأخلاق أعدائك، مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها، وسبل الراغبين إليك شارعة، وأعلام القاصدين إليك واضحة، وأفئدة العارفين منك فازعة، وأصوات الداعين إليك صاعدة، وأبواب الإجابة لهم مفتحة، ودعوة من ناجاك مستجابة، وتوبة من أناب إليك مقبولة، وعبرة من بكى من خوفك مرحومة، ولغاثة لمن استغاث بك موجودة، ولعانة لمن استعان بك مبذولة، وعداتك لعبادك منجزة، وزلل من استقالك مقالة، وأعمال العاملين لديك محفوظة، وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلة،
وعوائد المزيد إليهم واصلة، وذنوب المستغفرين مغفورة، وحوائج خلقك عندك مقضية، وجوائز السائلين عندك موفرة، وعوائد المزيد متواترة، وموائد المستطعمين معدة، ومناهل الظماء لديك مترعة. اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي، واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، إنك ولي نعمائي ومنتهى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي. أنت إلهي وسيدي ومولاي، اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا، وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا، وأدحض كلمة الباطل واجعلها السفلى، إنك على كل شيء قدير. وصلى اللهم على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. أحبتي المشاهدين، نتمنى أن نكون قد وفقنا في هذه الحلقة، على أمل أن نلتقيكم إن شاء الله في حلقات مقبلة. حتى ذلك الحين أحبتنا المشاهدين، تقبلوا تحيات كادر العمل الأخوة المقر العام لقناة كربلاء الفضائية، والأخوة العاملون هنا في مكتب النجف الأشرف. شكري وامتناني إلى إدارة العتبة العلوية بكل أقسامها، وبالخصوص العلاقات والإعلام في العتبة العلوية. حتى نلتقيكم أحبتي بصوت واحد، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا أمين الله. ساقي الكوثر.